مشاهدينا الكرام في كل مكان بنرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي عبر الكتاب وعايز أذكر حضراتكم أن البرنامج برنامج لايف مباشر وعشان كده بنرحب بكل مداخلاتكم وبكل أيضا استفساراتكم وأسئلاتكم هنكمل مع بعض النهاردة الرحلة اللي احنا بدأناها الأسبوع الماضي في سفر الخروج عشان كده الحلقة دي تعتبر الجزء الثاني من رحلة في سفر الخروج كلمنا الاسبوع الماضي عن سفر الخروج عن الاسم بتاع السفر عن موقعه في الكتاب المقدس عن مضمونه عن الغرض اللي بيقدمه لنا بيقدم لنا خروج بني اسرائيل من ارض من ارض مصر وكمان اتكلمنا عن الله في سفر الخروج على انه الاله الذي يهتم ويعتني ويسمع ويتدخل ويفدي ويخلص الى اخر هذه الموضوعات الجميله اللي تناولناها بال بالتفصيل الاسبوع الماضي. النهارده هنكمل مع بعض لانه سفر الخروج من الاسفار المهمه وهو يعتبر ثاني سفر في الكتاب المقدس وبياتي مباشره بعد سفر التكوين وزي ما قلت لحضراتكم قبل كده انه الخمس اسفار الاولى اللي هي بنسميها التوراه دي تعتبر جزء واحد مكون من خمس فصول يعني التوراة ما بتجيش منفصلة ما بتجيش تكوين لوحده والخروج لوحده لكن تيجي كلها على بعض ومكونة من خمس فصول سفر التكوين أو التكوين والخروج واللوين والعدد والتثنية وقلنا أنه هي تعتبر الأساس لفهم الكتاب المقدس وبداية إعلان الله في الكتاب المقدس طيب عشان نقدر نفهم الخروج ونقدر اول ما نقرا في سفر الخروج هنا بنقرا عن تكمله لنهايه سفر التكوين يعني سفر التكوين انتهى بموت يوسف وبايمان يوسف ان ربنا هيحقق وعده ويخرج شعبه من ارض مصر ويرجعهم الى ارض كنعان فيوسف استحلف اخواته انه لما الرب يصعدهم انه ياخدوا عظامه او يصعدوا عظامه من مصر وللكتاب ثم مات يوسف وهو ابن 120 سنه فحنطوه ووضعوه في تابوت تكملة على طول بيجي بعدها ويقول لي وهذه أسماء بني إسرائيل الذين جاءوا إلى مصر وفي عدد ستة يقول لي ومات يوسف وكل إخوته وجميع ذلك الجيل طبعا كل إخواته وكل الجيل العاصر يوسف وأما بنو إسرائيل فأثمروا وتولدوا ونموا وكثروا كثيرا جدا وامتلأت الأرض منهم وبعدين في عدد ثمانية نقرأ ثم قام ملك جديد على مصر لم يكن يعرف موسى يوسف سوري فقال لشعبه هوذا بنو إسرائيل شعب أكثر وأعظم منا هلما نحتال لهم لهم لألا ينمو فيكون إذا حدثت حرب أنهم ينضمون إلى أعدائنا ويحاربوننا ويصعدوننا من الأرض ويصعدون من الأرض طيب دايما فهمنا للخلفية بيساعدنا على فهم الفعل اللي قام به فرعون وليه المصريين أخذوا هذه الخطوة القاسية تجاه بني إسرائيل عشان كده النهاردة حابب أبدأ الحلقة بخلفية تاريخية لأحداث الخروج والخلفية التاريخية دي بناخدها من دراستنا للتاريخ المصري القديم وأيضا كتباء المؤرخين بالأخص الكاهن المصري اللي كتب تاريخ مصر باللغة اليونانية واقتبس منه يوسيفوس وغيره من المؤرخين الآخرين هتكلم شوية عن الهكسوس طبعا احنا كمصريين يمكن نعرف أو درسنا مع أننا ما درسناش كتير للأسف الحضارة المصرية في مدارسنا، لكن على الأقل نعرف بعض المعلومات عن الهكسوس. الهكسوس لما نتكلم عن الهكسوس طبعا ما عندناش آآ آآ مخطوطات أو آآ كتابات آآ تكلمنا عن الهكسوس لأنه فترة مظلمة في تاريخ شعب مصر وفترة كان مصر فيها ضعيفة، فطبعاً بحسب معرفتنا لكتاب التاريخ المصري، إنه دائماً بيشيلوا كل الحاجات اللي تمثل بالنسبة لهم يعني خجل، فيمسحوها ويشيلوها تعتبر فترة بين نهاية الأسرة الثانية عشر حوالي سنة 1785 قبل الميلاد، سوري، وبداية الأسرة الثامنة عشر. حوالي سنة 1570 قبل الميلاد من أشد الفترات التاريخية في مصر القديمة اضطرابا وضعفا، الفترة دي كان فيها فعلا اضطراب وفترة ضعف، والفترة دي كانت حوالي يعني من 1785 إلى 1570، يعني احنا بنتكلم على 215 سنة تعتبر فيها فتره ضعف سياسي وضعف اقتصادي وضعف عسكري وكانت فيها حروب داخليه كثيره في داخل مصر الفتره دي بقى استغلها مجموعه او شعب كبير جدا اتى من الشرق اتى من ارض كنعان اطلق عليهم ملوك الاراضي الغريبه او الملوك الرعاه يعني واحنا عارفين انه طبعا الملوك الرعاه ده اسم يعني استهزاء لان المصريين ما كانوش بيقدروا ويحترموا الرعاه فلما دول الرعاه جم وحكموا مصر فاطلق عليهم الملوك الرعاه او احنا بنسميهم الهكسوس. كويس؟ المؤرخ المصري منتون وده مؤرخ كاهن مصري معروف قوي وهو اللي كتب لنا تاريخ الفراعنه والاسر اللي حكمت مصر كلها فقال لنا ان الهكسوس هاجموا مصر باعداد ضخمه وقاموا بحرق المدن وتدمير المعابد وسبي النساء والاطفال والهكسوس دول جم من ارض كنعان فينتمون الى يعني الشعب السامي اللي كان موجود هو يعني مش مش بس من 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 شعب واحد هو مجموعه من الشعوب اجتمعت مع بعض وقررت انها تغزو تغزو مصر. استولى الهكسوس على مصر السفلى يعني انتوا عارفين مصر كانت جزئين ولحد النهارده حتى في الكتاب المقدس لما يذكر اسم مصر تذكر بالجمع ال, 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 يعني تذكر بانه يقول عليها في الكتاب المقدس مس ريم او مس ريم بمعنى الجمع ليه لانها كانت بتتكون من مصر السفلى ومصر العليا او زي حتى النهارده نقول انه شمال مصر وجنوب مصر واسسوا هم استولوا بقى على الدلتا استولوا على منطقه الدلتا ومنطقه ممفيس والحته دي كلها وعملوا ليهم مدينه او عاصمه اسموها اورايس في حين ظلت مصر العليا طيبه خاضعه للحكم المصري المصريين بقى الفراعنه المصريين الاصليين عملوا ايه آه راحوا واستقروا في الجنوب المصري وحكموا طيبه وظلوا في طيبه هذه الفتره كلها اما الشمال كله فكان خاضع تحت حكم الهكسوس وهم اللي استولوا على المنطقه الشماليه بدأت مقاومة المصريين لحكم المستعمر الهكسوس مع الملك سكين رع سكانين رع وده كان سنة 1580 وبعده قام ابنه الأكبر كاموس بمقاومتهم سنة 1570 واستمر دون حتى سنة 1560 يبقى بدأت المقاومة منين؟ بدأت مقاومة من الجنوب من طيبة المصريين اللي عايشين في طيبة قرروا انهم ياخدوا خطوه ويطردوا المستعمر المستولي على شمال شمال مصر او مصر السفلى الا انهم طردوا من مصر على يد الملك احمس الاول وكلنا عارفين طبعا تاريخ احمس الاول وانه هو طارد الهكسوس ومحرر مصر السفلى ودون احمس الاول حكم مصر من 1552 الى 1500 27 ده بالنسبه لفتره الهكسوس هذه الخلفيه مهمه جدا ليه؟ ليه الخلفيه دي مهمه؟ لانها بتقول لي لماذا يكره المصريين الكنعانيين؟ كويس او الجنس السامي اللي مرتبط بمنطقه بشرق بارض كنعان لانه اتحكموا منهم لانهم شافوا الذل لانهم خضعوا ليهم فتره من الزمن فاي حد جاي او موجود من الجنس السامي بيعتبر في نظر المصريين يعني في بغضه كده وكراهيه نتيجه اللي عملوه في مصر وحكمهم لمصر. عشان كده فرعون لما جه وغالبا هنتكلم عن الجزء ده انه اول واحد بدا ال... الاستعباد واضطهاد الإسرائيليين اللي عايشين في مصر هو الملك أحمس الأول الذي آآ آآ يعني خاف أن العبرانيين العبيد اللي موجودين جوه مصر يتحدوا مع الأعداء اللي طردوا برا مصر والاثنين يتفقوا معا على الاستيلاء على مصر وخضوع مصر ليهم مرة تانية عشان كده الخلفيه دي بتساعدنا ان احنا نفهم ليه الملك كان خايف من زياده عدد سكان او زياده شعب اسرائيل في ارض مصر، وليه خد الخطوات العنيفه انه تسخير وقتل الاطفال واجبار المجتمع انه اي طفل يولد من العبرانيين انه يموت الى اخر هذه الاشياء لانه كان هناك عداء وكان هناك ايضا تخوف موجود من عوده الهكسوس مرة ثانية واستلاقهم على أرض مصر الخلفية التاريخية دي خليني نتكلم لأنه بداية أحمص الأول مع أحمص الأول بدأت الأسرة المشهورة قوي في تاريخ في تاريخ مصر القديمة يطلق عليها الأسرة الـ 18 اللي بدأت مع أحمص الأول وانتهت مع رمسيس الثاني هذه الفتره هي فتره مزدهره فتره رخاء فتره قوه عسكريه فتره بناء فتره ازدهار فتره رجوع وسياده على ارض مصر وتسلط مش بس على ارض مصر لكن كمان على الشعوب الاخرى اللي كانت محيطه بهم. في فيديو كده صغير بتاريخ هؤلاء الملوك من الاسره ال 18 خلينا نتفرج عليه. ونرجع نكمل الخلفية التاريخية دي مهمة لانه زي ما قلت بتوضح لينا قوي انه آه ليه رد فعل المصريين تجاه آه الاسرائيليين او اي شخص جاي من ارض كنعان الجزء ده او اللي, اللي احنا اتفرجنا على الفيديو محطوط هنا قدام حضراتكم وانا احاول ان اوضحه آه شوية عندنا هنا احمص هو ده احمص اللي هو طارد الهكسوس ودون اللي اعاد السياده المصريه مره تانية على كل ارض مصر وفرضها على كل ارض مصر ومن هنا بدات الاسره ال18 الاسره ال18 بدات في هذه الفتره وبعد احمس جالنا امنحوتب الاول كويس وبعد امنحوتب الاول جالنا تحتمس الاول وتحتمس الثاني وفتره تحتمس الثالث اه امتزجت مع حكم حاتشبسوت لان تحتمس حاتشبسوت كانت مرات ابوه وتعتبر يعني هيز اه انت يعني او او عمته او خالته وهو كان شخصيه ضعيفه فحاتشبسوت اه هي فعلا كانت الملكه اللي بتحكم اه مصر مع تحتمس الثالث اه اه فتره طويله وبعد كده جالنا امنحوتب الثاني وتحطمس آه... الرابع وأمنحطب الثالث وبعدين جالنا أخناتون وبعد أخناتون جالنا توت عن خمون وبعد توت عن خمون جالنا أحو... آه... هورم آه... أو هور هورم... هور هور محب هورمحب... وبعدين جالنا هنا في الآخر هنا ده رمسيس الثاني وبهذا تكون دي فترة دي فترة الأسرة الثمنتاشر دي فترة الأسرة ال 18 احنا على واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر أو عشر فرعون حكموا مصر في هذه الفترة هذه الفترة بتبدأ من ألف وخمسمية واثنين وخمسين إلى ألف ومتين وتسعين آه فدي او 250 لو حطينا بنحط رمسيس هنا فدي الفتره اللي, اللي سادت فيها مصر وكانت مصر مزدهره جدا آه لو جينا بقى نشوف ارتباط الاشخاص دول ب آه بسفر الخروج آه وانا انا باخد في طبعا في في تاريخين هنتكلم عنهم لسفر الخروج لكن في تاريخ بنبنيه على اساس المعرفه الكتابيه اللي عندنا والحقائق الكتابيه والتاريخ ده هو 1446 قبل الميلاد فلو خدنا التاريخ ده وحطيناه موازي حطيناه موازي لمصر فانا عندي احمص الاول هنا كويس في في نهايه فترته ولد موسى في نهايه فترته ولد موسى هو بدا قام على مصر وحكم مصر لكن في نهايه فتره حكمه اتولد موسى موسى في فتره امنحط بالاول آه كان كان آه في آه جزء منها راح الى الى وعاش في في كنعان وبعدين رجع لما رجع بقى عشان يقود الشعب الى للخروج آه آه فده هنا حادث الخروج 1446 كويس وده كان في وقت مين كان في وقت تحتمس الاول كان في وقت تحتمس الاول ف عن الاجزاء دي بالتفصيل لما نيجي الى تاريخ الخروج لكن اللي يهمني هو بدايه العبوديه بدايه العبوديه بنجدها في اصحاح واحد البعض بيفكر انه الشعب اسرائيل الفتره كلها اللي قعدها في مصر اللي هي 430 سنه من اول يوم يعيني الشعب عايش هناك كان مستعبد وكان مسخر آه الفكرة دي مش صحيحة، ليه؟ لأنه شعب إسرائيل عاش في أرض مصر فترة طويلة جدًا معزز ومكرم. فترة طويلة جدًا عاشها في سلام وفي أمان. فترة طويلة عاشها في خير مصر وفي آه حماية مصر وفي رعاية رعاية مصر. لكن إمتى بدأ التسخير؟ بدأ التسخير مع آه أحمس الأول لما طرد الهكسوس من مصر وقرر أيضًا خوفا من ان يكون الاسرائيليين بما انهم اساسا مش مصريين هم جايين من ارض من الشرق جايين من كنعان خاف انه مره يتحدوا مع الاعداء الذين طردوا من ارض مصر فبالتالي افضل طريقه احنا نخليهم عبيد بس نحد منهم يعني نحد نموهم ونتحكم في عددهم فبالتالي ما يكونش جوانا او جوه مصر نقطه ضعف انهم اكتر مننا احنا مش عايزينهم اكتر مننا احنا عايزين احنا نكون اكتر منهم علشان نقدر نتحكم فيهم ففتره العبوديه والتسخير فتره العبوديه والتسخير يقول الكتاب واما بنو اسرائيل فاثمروا وتوالدوا ونموا وكثروا كثيرا جدا وامتلأت الارض منهم. وهنا كانه الكتاب المقدس بيقول لي انه اللي قاله ربنا ووعد بيه بيتحقق. هذا الكلام ربنا قاله زمان قوي قاله لموسى سوري لابراهيم لما قال ابراهيم اخرج ووراه نجوم السماء وقال له ابراهيم شايف نجوم السماء؟ شعبك هيكون في الكثره كنجوم السماء وهيكون ايضا في الكثره كرمل البحر. فنزلوا إلى مصر أسرة صغيرة جدا 75 نفس نزلت إلى مصر لكن خلال فترة وجودهم إلى مصر في مصر يقول لنا كتاب إن هم أثمروا وتوالدوا ونموا وكثروا كثيرا جدا وامتلأت الأرض منهم في فترة 400 سنة امتلأت الأرض منهم العبارة بقى هنا بداية التسخير في آية موجودة في عدد ثمانية من أصحاح واحد تقول لنا إيه ثم قام ملك جديد على مصر يبقى قام ملك جديد على مصر لم يكن يعرف موسى اللي بيعرف في اللغة العبرية وعلماء اللغة بيقولوا لنا إيه بيقولوا لنا إنه العبارة اللي مكتوبة هنا لا تعني انتقال السلطة السلمية من شخص لآخر يعني يعني مش 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 ابن خد السلطه من ابوه فاتنقلت السلطه او السلطه اتنقلت من عيله الى عيله لا لما يقول لما يقول لنا في العبري وقام على كويس وقام على حداش عال همزرايم وقام ملك جديد على مصر قام على تؤكد تغيير وليس مجرد انتقال السلطه تغيير وتغيير عنيف قام على او امتلك او ساد او تسلط على على مصر ودون اشاره الى احمص الاول بعد طرده للهكسوس يبقى اول ما طرد الهكسوس فرض سيادته على ايه؟ على مصر لم يكن هو ملك مصر لكنه اتى من طيبه من الجنوب من مصر العليا واتى وزحب بجيوشه طرد الهكسوس برا مصر واعلن سلطانه وسيادته على كل مصر فهو تغيير عنيف حصل هو انتقال للسلطه لكنه لم يكن انتقال سلمي للسلطه حصلت معركه رهيبه بينه وبين الهكسوس وانتصر على الهكسوس وطرد الهكسوس برا مصر فلما يقول لي هنا ثم قام ملك جديد على مصر لم يكن يعرف ايه لم يكن يعرف يوسف طيب احمص كان في اساسا كان في طيبه بعيد عن ممفيس كويس ولانه المنطقه منفس ومنطقه الدلتا كان مستولي عليها الهكسوس فاحمص ما يعرفش حاجه عن شعب اسرائيل وعن يوسف اللي اللي خدم مصر وكان الرجل الثاني في ارض مصر و فده ده ده اشاره الى احمس احمس الاول جاء من طيبه من مصر العليا بينما يوسف عاش وخدم في مصر السفلى كراهيه أحمص الهكسوس جعلته يكره كل الجنس السامي الذي يرتبط بارض كنعان هو 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 عنده كراهيه لمن حكموا مصر الغرباء الرعاه الملوك الذين اتوا من ارض كنعان وغزوا مصر هو عنده كراهيه لكل من ياتي الى ارض مصر وده شيء طبيعي طبعا يعني آه لما يكون بلد مستولى مستوليه على 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 بلد فتره من الزمن ومستعبداها يعني يعني كل ما ينتمي لهذه الدوله الشعب الاصلي بيكرهه مثل تزايد مثل تزايد شعب اسرائيل تهديد للامن القومي يبقى بعد طرده للهكسوس وجد احمص ان هناك تهديد للامن القومي ليس في العدو اللي بره لكن في شعب غريب موجود جوه ارض مصر وهم بنو اسرائيل ده تهديد للامن القومي يعني يعني مثلا خليني اخذ مثل بسيط لو لو مثلا عدد السكان السوريين اللي هاجروا من سوريا الى لبنان عارفين عدد سكان لبنان حوالي 3 مليون لو عدد السكان او عدد الشعب السوري اللي هاجر واستقر في لبنان بسبب الحرب الاهليه وبسبب الدمار اللي في سوريا لو زاد عن في تعداده على شعب لبنان شعب لبنان يشعر بالخطر ليه لانه الشعب ده زاد في العدد ودايما الكثرة بتغلب الشجاعة مهما كان فاذا زاد في العدد يشعر شعب لبنان بالخطر وعدد سكان مصر في ذلك الوقت لم يكن يتعدى الثلاثة او الاربعة مليون في ذلك الزمن فاذا زاد عدد سكان بني اسرائيل اللي موجودين جوا مصر على عدد سكان المصريين الاصليين هذا يمثل خطر كبير على ارض مصر بنعرف ده ازاي بيقول لنا سفر العدد انه شعب اسرائيل اللي خرج من ارض مصر كان حوالي 630 الف رجل وطبعا العد بيبدا دايما من 20 سنه وصاعد يعني لما يجوا يعدوا الشعوب زمان او يعدوا الشعب كان بيعدوا ابن الذكر اللي هو ابن 20 سنه فصاعدا واي واحد عنده 20 سنه واكبر اكثر من 20 سنه متوقع ان يكون عنده اسره كويس فلو قلنا ان 600 الف 630 الف 630 الف كل واحد متزوج امراه واحده لانه كان في تعدد زوجات قديما لو قلنا ان كل واحد فيهم متزوج امراه واحده يبقى انت عندك حوالي ها مليون و 260000 الف مليون و 260000 الف لو كل اسره وده طبعا ما كانش موجود لو كل اسره عندها طفل واحد طفل واحد يبقى انت بتتكلم عن حوالي 2 مليون شخص ده يعني بابسط الحسابات هو اكتر من كده لكنه لو هنفترض فانت عندك 2 مليون وعمالين يزدادوا وشعب مصر 3 مليون ومش بيزدادوا بهذه الكثافه السكانيه فيعمل لك خطر امن قومي الخطه الاولى بقى اللي بداها فرعون واللي بداها احمص تمثلت في التسخير خلونا ايه نعمل ايه نبني مدن جديده ونستغل في بناء طبعا هم كانوا فتره فتره الدلتا دي اللي هي تحت حكم الهكسوس ومعظم المؤرخين بيقولوا لنا انها لا تقل عن 150 سنه ممكن تزيد عن 150 سنه لكنها لا تقل عن 150 سنه الفترة دي كانت منطقة الدلتا خراب او لم تخضع لاي نوع من العمار او المشاريع المعمارية الضخمة اللي بيقوم بيها دايما الفراعنة فعملوا ايه؟ فبعد طرد الهكسوس بدأوا يهتموا نبني معابد، نبني مدن، نبني قصور فبدأ حركة الاعمار تدب مره تانيه في منطقه الدلتا، طب هنستخدم مين في البناء؟ نستخدم العبيد. ما احنا عندنا عبيد اساسا احنا عايزين نحد عددهم واللي يموت منهم مكسب لينا. فاحنا احسن حاجه ان احنا نحد منهم ان احنا نسخرهم. نسخرهم في مشاريع بنائيه. فبداوا يبنوا مدينه فيثوم اي مدينه اله الشمس ومدينه رعمسيس اللي هي تقع في منطقه الدلتا ايضا. في صورة وفي الصورة دي في كتابة آآ آآ لترجع إلى زمن تحتمس الثالث اللي هي من فترة 1495 إلى 1436 وعلى فكرة اثنين من الفراعنة حكموا مصر أكثر من 50 سنة تحتمس الثالث ورمسيس ال- رمسيس الثاني والاثنين اشتهروا بمشاريع ضخمه جدا معماريه تمت في في وقتهم فلما نجد هنا الصوره دي الصوره دي موجوده على احد جدران المعابد وهي بتقول لنا بتقول لنا ايه بتقول لنا الصوره دي استخدام العبيد في البناء واستخدامهم ايضا لصناعه الطوب لانه الحجاره الحجارة كانت تستخدم في بناء المعابد والأهرامات وكده لكن لما يبنوا مدن بقى ومخازن ومش عارف ايه كانوا بيستخدموا الطوب المصنوع من اللبن وكانوا بينشفوه وبعدين يحرقوه وبعدين بعد كده يستخدموه في البناء فعندنا عندنا هنا ده واحد هو شايل ايه شايل يا إما طوب يا إما جرة جرتين مياه، واحد هنا بيعمل المعجون بيحط المية على على اللبنه عشان يعجن، وواحد هنا بيستخدم الميزان عشان يقدر سوري أهو هنا، بيستخدم الميزان عشان يقدر يظبط الحيطه، واحد هنا بيشيل واحد آخر، واحد هنا بيحط الطوب فوق بعضه، ده بيرص الطوب فوق بعضه، وده بيدعك الطين في بعض بي القش اللي موجود آه فده دي الصورة دي صورة بتوريني انه قد ايه كانوا العبيد بيشتغلوا وقد ايه كانوا بيستخدموا في مشاريع بنائية ضخمة وهم اللي كانوا بيقوموا بصناعة بي آه آه الطوب الى اخره في الجزء ده في كتابة يمكن مش واضحة هنا في بعض الصور المتاخدة لهذه الرسومات آه واضحة الصورة دي بتقول إيه، أو الكتابة دي بتقول إيه؟ الكتابة دي بتقول إنه العصا في يدي. المسخر واقف والمسخر دون بيقول العصا في يدي حتى لا تكونوا كسالة فكل الشغل دون كانوا بيقوموا بيه العبيد والمسخرين أو المسؤولين عنهم كانوا بيمسكوا عصايا لكي ما يعني ما يخلوش حد يتكاسل عن العمل. الصورة دي بتعود إلى 1495 إلى 1436 والفترة دي هي الفترة اللي كان فيها شعب إسرائيل في أرض مصر لأنه الفترة دي كان كان هنا في جزء منها موسى في أرض مديان ورجع موسى يعني بتتكلم على عشر سنين قبل الخروج لأن الخروج حصل 1446 يعني الصورة دي بترجع إلى الفترة اللي فيها موسى عاصر وشاف او اي سوري اللي فيها شعب اسرائيل خدم وشال وحط وسخر في بناء مدن عظيمه في ارض مصر. الخطه الثانيه الخطه دي ما فشلت فشلت اول لما عملوا كده فشلت ليه؟ لانه كلما اذلوهم كلما ازدادوا في العدد، شوف النص الكتابي يقول لنا ايه؟ انه ويقول هذه الكلمات فجعلوا عليهم رؤساء تسخير في عدد 11 لكي يذلوهم بأثقالهم فبنوا لفرعون مدينة مخازن في ثوم ورعمسيس ولكن بحسبما أذلوهم هكذا نموا وامتدوا فاختشوا من بني إسرائيل يعني كل ما كانوا يذلوهم كل ما كانوا إيه يزدادوا أكثر يعني المفروض يقلوا لكن دول عمالين يزدادوا ليه لأنه الله قال إن هم يزدادوا هيصير شعب عظيم فمهما عمل فرعون من خطط هذه الخطط هتكون فاشلة فأول خطة فشلت أول خطة فشلت جه فرعون فكر في خطة تانية بديلة الخطة التانية البديلة يقول الكتاب وكلم ملك مصر قابلتي العبرانيات اللتين اسم إحداهما شفرة واسم الأخرى فوعة وقال حينما تولدان العبرانيات وتنظرنهن على الكراسي ان كان ابنا فاقتلاه وان كان بنتا ايه فتحيا يبقى اصدر فرعون هنا امر هذا الامر اصدره الى المديرات لمشروع او المديرات لكل القابلات اللي موجودين في ارض مصر يعني كان عندهم زي هيئه كبيره كده مسؤول عنها آآ آآ القابلات ليهم زي يونيون يعني اتحاد اتحاد عمال ودور المسؤولين او نقابة زي ما نسميها في عندنا نقاب هذه النقابة مسؤول عنها اثنين من القابلات قابلتين ففرعون كلمهم قال لهم قولوا للباقيين انه اي ابن يولد ان كان ولد فيموت وان كان بنت في فتحيا فشل المشروع الاولاني في كبح التزايد السكاني جعل فرعون يفكر في خطة شريرة أخرى فأصدر فرعون أمر القابلتين العبرانيتين شفرة وفوعة بقتل الأطفال الذكور عند ولادتهم ولكن ولكن القابلتين خافت الله ولم تفعلا كما كلمهما ملك مصر شوفوا النص الكتاب يقول لنا إيه ولكن القابلتين خافتا الله ولم تفعلا كما كلمهما ملك مصر بل استحيا الاولاد فقالت القابلتان لفرعون إن النساء إن النساء العبرانيات لسنا كالمصريات فإنهن قويات يلدن قبل أن تأتيهن القابلة فأحسن الله إلى القابلتين ونما الشعب وكثر جدا وكان اذ خافت القابلتان الله أنه صنع لهما بيوتا إلى آخر هذا النص طيب في هنا مشكلة دايما البعض بيسال فيها. اللي فعلته القابلتان فرعون امرهم او امرهما انه ان كان ولد يحيا وان كان بنت تموت. لكن هما خافت الله ولم يميت الاطفال. ولما فرعون سالهم قالوا له احنا للاسف كل ما نروح او يقولوا لنا ان واحده من العبرانات هتولد قبل ما نوصل هناك تكون ولدت لانهم اقوياء اقوى من المصريات فبالتالي ولادتهم بتبقى اسهل واسرع. ويقول الكتاب انه لما خافوا وقالوا الكلام ده لفرعون انه الله احسن اليهما البعض بيقول طيب ما هم كذبوا هم ما قالوش الحقيقه هم كذبوا فهل الله كافأهما على خطية يعني هما عملوا حاجة كويسة آه بس هما كسبوا فهل الله كافأهما على الخطية طبعا خليني أشرح الجزء ده وحالة اجاوب على السؤال ده القابلتان دول قاموا بأول عصيان مدني دفاعا عن الحياة وحق الحياة للأطفال الأبرياء أول عصيان مدني بنقرأ عنه في الكتاب المقدس قامت به امرأتان عصوا أمر الملك ولم يكن فرعون مجرد ملك عادي فرعون كان إله يعبد فعصوا أمر فرعون اللي بيده أن يميت ويحيي عصوا أمر أقوى رجل في أرض مصر في ذلك الوقت ويمكن في التاريخ كويس ليه قاموا بالعصيان دوا مقابل الدفاع عن الحياة وحق الحياة لأطفال أبرياء أدركتا القابلتان أدركتا أن الأولاد كانوا عطية من الله وأن القتل كان عملا خاطئا الأولاد دول عطية من الله وقتلهم بأي صورة من الصور هو عمل خاطئ جداً الغريب بقى ان الكتاب المقدس لم يذكر لنا اسم فرعون. مع انه رجل كلي اللي يعني التسلط على ارض مصر وكان متسلط على كل بقعه في ارض مصر والرجل القوي في ارض مصر. الكتاب المقدس لم يهتم ان يذكر لنا اسم فرعون. كلمه فرعون ده لقب زي ما نقول قيصر فبنقول فرعون وده لقب معناه اه يعني ده اللقب ده معناه ايه؟ معناه البيت الكبير كويس؟ اسم فرعون معناه البيت الكبير او الذي يسكن في البيت الكبير كويس؟ زي ما نقول النهارده وخرج بيان من البيت الابيض البيت الابيض كمبنى آآ آآ ما اخرجش بيان لكنه الملك او الرئيس اللي جوه البيت الابيض هو اللي عمل البيان فهنا لما يقول ده كان لقب معروف فرعون لقب الكتاب المقدس ذكر لنا اللقب لكن لم يذكر لنا الاسم لم يهتم الكتاب المقدس أن يذكر لنا أسماء الفراعنة الأشرار الذين أرادوا أن يميتوا شعب إسرائيل وأن ينهوا على هذا الشعب اللي الرب قال وباركه حاجة تانية ذكر لنا الكتاب المقدس اسم الامرأتان القابلتان وكأنه الكتاب يقول لنا يعني انه 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 بما اللي قاموا به او اللي قامت به هذا العمل لابد ان يمتدحهم الرب ويكافئهم الرب. فاللي قاموا به بقى طب بيقول لي طب هو ربنا كافئهم على الكذب؟ لا طبعا. ربنا ما كافئهمش على الكذب، الكذب مازال كذب كذب، خطية. زي ما القتل خطية. كويس؟ لكن النقطة الأساسية انه القابلتين دول كان عندهم نور من الاعلان الالهي معين محدود لم يكن الوصايا والناموس والشرائع كل الاشياء دي لم تكن قد اعطيت بعد هما بحسب النور اللي عندهم بحسب الفهم اللي عندهم بحسب الاستناره اللي عندهم عملوا العمل ده انه راوا ان الحياه اهم من اي شيء اخر وعرّضا حياتهم للخطر حفاظا على حياه الاطفال. وان لا يقتلوا الاطفال. ومكافاه الرب لهم لا تعني ان الرب موافق على كسبهم. لا تعني ابدا كده. لكن الله كافاهما على انهما راوا ان الحياه لها قيمه وان الرب هو معطي الحياه ولا يستطيع انسان ان ياخذ الحياه الا الرب فحافظ على حياه الاطفال الابرياء. طيب عندي تليفون وبعدين آه نكمل بعض الاخ جورج من كندا سلام الرب يسوع سلام, سلام اخ, أخ جورج أخي. اهلا بك دكتور اشرف آه انا بشكرك كثير آه على تعبك وفي المواضيع خاصه التاريخيه إلى يعني كثير آه مثل ما يقولوا ارتباط ب المسيحيه واليهوديه خاصه. بدي اسالك سؤال اخي دكتور اشرف بالنسبه لل... للعبوديه ايام الفراعنه هل كان هناك طبعا اكيد في بعض الشعوب الثانيه بس كنت بدي استفسر اشوف اذا كان في اراميين كمان مستعبدين في 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 مصر هذا السؤال الاول او مثل اشوريين او او من قبائل اخرى. أم. الشيء الثاني السؤال بعد الخروج او قبل الخروج بعرف كان في اتصالات مثل ما يقول تزاوج بين ال... اليهود وبين البنات الفراعنة مم. أنه كان يأخذوا ويعطوا من بعض أنه هل استمر ذلك لوقت طويل ولا كان في نزاع بعد الخروج وأنا بشكرك أشكرك. بارك. أشكرك أخ جورج وأشكرك دائما على مداخلاتك في برنامج عبر الكتاب جورج بيسأل هل في كانت عبودية أيضا لشعوب أخرى أو تسخير لشعوب أخرى موجودة في أرض مصر دايما في القديم لما كان شعب يعني يغزو شعب آخر كان ممكن ياخد منه الأحياء ويأخذهم كعبيد يسخرهم حتى سبايا حرب كويس لكن المصريين معروف انهم لم يكونوا يفعلون هذا باستمرار يعني غير الشعوب الثانيه يعني مثلا روما استغلت الموضوع ده كتير قوي واشور استغلت الموضوع ده وبابل استغلت وفارس كانوا ياخدوا دايما سبايا الحرب وسواء النساء ياخدوهم لاعمال بيتيه وتسخير جنسي حتى او ياخدوا الرجاله ويستخدموهم ايضا في التسخير في البناء والمشاريع والاشياء الاخرى. انما شعب مصر قديما فعلا لما حتى لما كان يروح مدينه يحرقها ويرجع، يعني يعني ما كانش عنده شعب مصر ما كانش عنده الرغبه انه انه ياتي بسبايا الى مصر، لكنه شعب اسرائيل نزل الى مصر وكبر في مصر، وفتره اللي قعدها الاولانيه يمكن قعد اكثر من 250 سنه قعد فتره سلام. وفترة ازدهار وفترة احترام وتقدير وقعدوا و... وعيشوا وكلوا واشبعوا واشربوا لكنه مع مع بداية حكم أحمس اختلفت ال... الصورة وبالأخص بعد الغزاة الذين أتوا من كنعان وغزوا مصر فترة طويلة من الزمن وتم طردهم هل في كان عبيد؟ آه في عبيد يوسف بيع كعبد في أرض مصر قبل ما يكون في يعني فكان في قبائل بتيجي وفي تجار عبيد بياتوا وبياتوا بالعبيد من كل مكان واكثر ناس للاسف اشتهروا لحد وقت قريب بتجاره العبيد هم العرب. اكثر تجار للعبيد في العالم كانوا العرب واللي يقرا فينا تاريخ العرب يعرف كده. كانوا يأتوا بالعبيد من كل مكان ويبيعوهم في روما ويبيعوهم في اليونان ويبيعوهم في بابل ويبيعوهم في مصر كل قبائل العربية كانت بتشتغل في تجارة العبيد كويس لكنه هل في أراميين؟ آه ممكن يكونوا جابوا عبيد أراميين استولوا عليهم احتلوهم وجابوهم وباعوهم في مصر كعبيد واستخدمه في التسخير ويوسف كان في بيت فرعون كان في بيت فوتيفار وكان هو رئيس العبيد اللي موجودين في بيت فوتيفار فالعالم القديم كان مليان بالعبيد العبيد دول يا اما يكونوا مولودين كعبيد في البيت او يكونوا مشترين كعبيد وبيكونوا دايما اسرى حرب الى الى اخره آآ آآ التزاوج المشترك يمكن عندنا حادثه واحده بس اللي هي ان فرعون اعطى ليوسف زوجه مصريه المصريين كانوا الى حد ما متكبرين وبيعتبروا أنه سر قوتهم هو في انتمائهم للالهه بتاعتهم ولانهم شعب مميز فالمفروض انهم لا يزوجون ولا يعني ما يتزوجوش من بره يتزوجوا من جوه وبالأخص لما يكون في عبيد كشعب إسرائيل دول كانوا ينزلونهم إلى عبيد أو أقل منهم الرعاة الرعاة كانوا نجسين عند شعب إسرائيل عند شعب مصر فبالتالي ما كانش في تزاوج كبير ودون في الحقيقة جورج حافظ على شعب إسرائيل كشعب دون أن يمتزج بالمصريين حافظ عليك جنس في أرض مصر يهودي دون أن يكون ممتزج مع المصريين بتحصل أحداث فردية بتحصل لكنه لم تكن حركة جماعية زي مثلا تزاوج الإسرائيليين من من البابليين أو من الكنعانيين اللي كانوا موجودين في أرض كنعان طيب أجي الجزء آخر مهم اللي هو مرتبط بميلاد موسى ميلاد موسى حصل إمتى؟ ولد موسى في فترة حكم تحتمس الأول فترة حكم تحتمس الأول الفتره دي كانت فتره 1525 ل 1508 كويس ف في الفتره دي ولد موسى موسى الاول وهو اللي كان فرعون اللي اهتم بالبناء وكمان كان عنده مشاريع بناء ضخمه وهو ايضا صاحب فكره انه احنا لما نقرا هنا على فكره خليني اوضح حقيقه لما نقرا هنا أصحاح واحد. نشعر انه فرعون واحد بس هو اللي عمل كل حاجة. إنما الحقيقة هناك أكثر من فرعون اه اشترك في اه الأحداث دي، يعني أحمص الأول ده اللي طرد الهكسوس واللي أقام على مصر. وهو اللي فكر إن نبدأ إيه بعملية التسخير. جه بعده اه 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 تحتمس الأول كمل ما بدأه أحمص وقال ان احنا بس مش بس ان احنا نبدا عمليه تسخير لكن كمان خلونا بما ان عمليه التسخير لانه عشان عمليه التسخير دي تقدر تحكم عليها انت بتمر سنين يعني هي مش بتحصل في يوم وليله انه امر انه نقوم بتسخير العبرانيين فتاني يوم عدد سكان العبرانيين واقف لا انت عشان تحكم على شيء محتاج لعشرات سنين محتاج انك تشوفه نفع ولا ما نفعش يمكن 10 15 20 سنه فبعدها بيجي فرعون تاني يكمل يقول اه يحكم يقيم اه التسخير ما طب نعمل ايه يبقى احنا نقول القابلتين اعملوا كذا وكذا 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 طب القابلتين ما وخافت الله واستبقوا الاولاد يبقى احنا نقول للمصريين بقى اي طفل مصري يولد لو انا لو انا مصري عايش في البيت دون وجاري هنا عبراني و... وولد ما انا بسمع صوت الطفل بسمع صوت بكاؤه، بسمع صوت يعني يدل على انه في طفل جديد ولد في هذا البيت. انا بقى اقوم اعمل ايه كمصري؟ أو اقتله بنفسي. يعني اعطى السلطه للشعب المصري انه يقتل كل طفل ولد يولد من العبرانيين. فده حصل ده حصل امتى؟ ده حصل ايام فتره حكم تحتمس الاول لما ولد موسى ميلاد موسى مع ان الله اسم الله لم يذكر الا مرتين في اصحاح واحد والعمل الوحيد الذي يذكره لنا الكتاب ان الله عمله هو ان الله احسن الى القابلتين لكن لمجرد ان احنا نقرا الاصحاح واحد نرى ان الشخصيه الاساسيه في الاصحاح دون هي شخصيه الله فكل ما يريد فرعون ان يصنعه عكس مشيئه الله مشيئه الله هي اللي تتم يريد ان يقلل عدد اسرائيل في ارض مصر ان الرب يبارك الاسرائيليين فعددهم يزداد كل خطه يصنعها فرعون يجد انها بتفشل وتبوء بالفشل ليه لان الله قد امر ووعد انه هيجعل شعب اسرائيل من حيث الكثره كنجوم السماء وكرمل البحر جت اسره بقى بسيطه لنا عنها طفل انجاب الطفل ورات امه انه حسن كلمه حسن هنا لما يولد عن 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 موسى يقول ايه وذهب رجل من بيت لاوي واخذ بنت لاوي فحبلت المراه وولدت ابنا ولما راته انه حسن كلمه حسن هي نفس الكلمه اللي ذكرت سبع مرات في سفر التكوين اصحاح واحد وراى الله ان ما صنع واذ هو حسن وكانه الكتاب المقدس يقول لنا مع بدايه ميلاد موسى هناك بدايه جديده لانه سفر التكوين هو سفر البدايات في بدايه فمع ولاده موسى في بدايه جديده هتحصل لشعب اسرائيل. فرات انه حسن. بدايه جديده هتتم. لم تستطع امه ان تخبئه يعني انا ما طبعا الأمهات ممكن تخبي أولادها وبكاء أولادها فترة من الزمن قد إيه. لكن أمه لم تستطع أن تخبئه بيبكي محتاج ياكل محتاج ينام آآ 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 الطفل دايماً بيبكي بيصحى بالليل بينام الظهر ما تقدرش تخبئه فترة طويلة من الزمن خبئته ثلاث شهور ولم تستطع أن تخبئه. وطبعاً هو بيكبر قدامها وبتشوف قد إيه الطفل ده حلو وجميل قدامها فأخذت له صفطا من البردي وطلته بالحمر والذفت ووضعت فيه الولد ووضعته بين الحلفاء على حافة النار طبعا ممكن حد يقول ازاي ام تعمل كده هي عملت كده بدافع الحب والحماية هي تريد ان تحميه لان وجوده في بيت امه يعرضه للموت فارادت امه ان تحميه بدافع الحب وبدافع ايضا الاهتمام بهذا الطفل حاجة تانية فنزلت ابنة فرعون إلى النهر يقول لنا كتاب لتغتسل طبعا مش نزلت تغتسل في النهر ده داي دايما النهر بيبقى له قنوات وممكن يبقى قناة داخلة على قصر من القزاح حمام سباحة كده لابنة فرعون يقول فرأت الصفت بين الحلفاء فأرسلت أمتها وأخذته ولما فتحته رأت الولد وإذ هو صبي يبكي فرقت وقالت هذا من أولاد العبرانيين فقالت أخته اللي هي اخت موسى لابنه فرعون: هل اذهب وادعو لك امراه مرضعه من العبرانيات لترضع لك الولد؟ فقالت لها ابنه فرعون: اذهبي. البعض طبعا قال لنا ايه؟ قال لنا في تشابه ما بين قصه ميلاد موسى وبالاخص الجزء المرتبط بانه امه وضعته في صفت وحطته في الميه. وما بين قصه ميلاد سيرجون وهو ملك أكاي ودي تعتبر من الممالك القديمة جدا اللي بتعود إلى الألفية الثالثة في منطقة بابل وسيرجون دون هو مؤسس أكاي ومؤسس الحضارة السامورية اللي كانت موجودة في ذلك الوقت في الألفية الثالثة اللي قبل الميلاد فقالوا أنه سرجون اتكلم عن نفسه أيضا أنه وضع في صفت ووضع في النهر فأكيد كاتب الكتاب المقدس اقتبس من الأسطورة البابلية وعمل لنا حبكة كده وقال لنا ده قصة موسى بنفس الأسطورة البابلية. تشابه دايما نقول وجود تشابه لا يعني وجود اقتباس ممكن يبقى حدثين يعني تموا لكن لا يوجد ليس معناه أن الحدث الثاني ما حصلش وانه تفاصيله اقتبست من الحدث الاولاني يعني يعني طريقه التفكير دي ليست طريقه اكاديميه نهائي. سرجون بيتكلم عن نفسه بعد ما بقي ملك وهنتكلم عن تفاصيل كثيره هوب بيقول عن نفسه لم يكن سرجون هذا من ابناء الملوك هو ليس ابن ملك ولكن الاساطير السومريه اصطنعت بعد ما بقي ملك اصطنعت له اسطوره وراوتها على لسانه وبيقول فيها ايه؟ إن أمه كانت كاهنة وحملت به سرا كويس وأخرجته إلى العالم سرا ووضعته في قارب من السل كالسلة وأغلقت على الباب بالقار يبقى أمه عملت كده لكي تتخلص منه وأنجاه أحد العمال وأصبح فيما بعد ساقي الملك فقربه إليه وزاد نفوذه يعني هو اشتغل عند الملك كساقي وبعدين زاد نفوذه عند الملك لحد أنه قام واعتدى على الملك واستولى على عرش الملك واصبح هو ملك اكاي آه المشهور. طيب تميز القصه الكتابيه عن الاسطوره. اول حاجه في عده امور مهمه جدا بتميز القصه الكتابيه عن اسطوره سرجون. ام سرجون ارادت ان تتخلص من طفلها الذي ولدته سرا. فهي الغرض من انها تضعه في الصف وتضعه في النهر ليس الحفاظ عليه كما ان ام موسى حافظت عليه، لكنها ارادت ان تتخلص من طفلها. كويس؟ لانها ارادت ان تتخلص من هذا العار انها حبلت به سرا وولدته سرا. ام موسى بقى ارادت ان تحامي موسى وتحافظ عليه فلم يكن غرضها التخلص من ابنها بل حمايته والحفاظ عليه. ام سرجون كانت كاهنه. وممنوع هي مسموح لها ممارسه الجنس مع عباد المعابد لكن ممنوع لها ان تحبل وتلد ولهذا احتاجت ان تتخلص من طفلها بسرعه بينما ام موسى فهي من سبط لاوي ومتزوجه من رجل لاوي وموسى ولد في بيت وزواج شرعي فلم يكن موسى ابنا غير شرعيا كما كان سرجون لكنه كان ابنا شرعيا لزواج شرعي. ما فعلته ام سرجون فعلته دون رحمه يعني لا نجد رحمه ولا شفقه في هذه الكاهنه التي ارادت ان تتخلص من طفلها وتتخلص من العار زي واحده حبلت بعلاقه غير شرعيه وتاخد طفلها وتحطه عند الجامع مثلا او عند الشارع او تحت كوبري او تحطه عند ملجا وتمشي هي عملته دون شفقة ودون إحساس بالأمومة تجاه ابنها، بينما أم موسى أم موسى عملت كل شيء بدافع الحب والشفقة والمحبة تجاه ابنها موسى. عملت أم موسى كل شيء لتحافظ على طفلها، وأرسلت ابنتها لتعرف ماذا يفعل به. كويس؟ اختلاف آخر وجوهري أن الذي وجد موسى كان ابنة فرعون أميرة. كويس؟ و... وعدد كبير من المفسرين بيقول عنها انها هي حتشبسوت اللي صارت فيما بعد حتشبسوت الملكه حتشبسوت بينما في سيرجون فالشخص الذي وجده شخص من مستوى اجتماعي منخفض وفي بعض القصص او الاساطير وجده حيوان وليس انسان في حاله موسى امه هي التي ارضعته وهذه الحاله فريده ولا يوجد نظيرها في الاساطير البابليه يعني فرعون الذي اراد أن يتخلص من الأطفال دفع تمن لأم موسى لكي تهتم بطفلها الذي أراد أن يقتله. وده بيورينا قد إيه إنه سلطان الله على هذه الأحداث. خليني أختم بالجزء دون ببعض الملاحظات، دور النساء واضح جدا في أصحاح 2 دور النساء، أم موسى التي أرادت أن التي أنجبت وأحبت وأرادت أن تحامي وتحافظ وتهتم بابنها واخت موسى التي اخذت دور رائع في انها تخرج وراء الصفت وتتابعه وتجعل عينيها عليه وتقدمت الى ابنه فرعون واقترحت عليها حل إنه تجيب لها مرضعه واتت بام موسى لترضعه وابنه فرعون الاميره التي رق قلبها واشفقت على الصبي كمان اسم موسى في اللغه المصريه بيعني المنتشل من فابنه موسى اسمت موسى المنتشل من الماء. القصه دي بتقول لنا ايه؟ بتقول لنا انه الله سمع لمذله شعبه وارسل واعد القائد الذي سيستخدمه لقياده شعبه من ارض مصر، الله الفادي الذي يهتم بخلصنا ويهتم بحريتنا، زي ما الله راى ذلنا للخطيه واجره الخطيه موت. فأرسل لنا ابنه وحيده مخلصا لنا من خطايانا بموته على عود الصليب، هنكمل مع بعض دراستنا في سفر الخروج في الحلقات القادمة، فإلى أن نلتقي في حلقة جديدة، سلام المسيح يكون معكم